متتبعي قناة سان فاسبرس، حنا الآن في مدينة أصيلة، مدينة أصيلة المعروفة بالهدوء ديالها والجمال ديالها والطبيعة ديالها الجذابة، بحيث أن ما كاينش شي مغربي، أظن ما كاينش شي مغربي ما تيعشقش هذه المدينة هذه اللي تتوجد على المحيط الأطلسي. فجينا الأصيلة باش نكتشفوا مع بعض معالم تاع المدينة هذه، ولكن تلاقينا مع واحد مول كوتشي اللي إلا بغا نضربوا معاه واحد الدويرة في هذه المدينة هذه، أجي نشوفوا واش يقول لنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مع السلامة عليك، بخير وعلى خير، أمور مزيان، شي بخير، الله يحفظك الله يبارك فيك. واش ممكن نضرب معك واحد الدويرة بالكوتشي في الأصيلة؟ مرحبا بك. الله يحفظك الله يبارك فيك. يلا تفضلوا معنا، تفضل معنا سي حمزة ويلا مع المسلم. كنقدم لك نفسي السيد عمران بن عمر، ولد القصر الكبير، عندي العربة السياحية في مدينة الأصيلة. عندي العربة السياحية في مدينة الأصيلة. سي بن عمر، يعني أنت ماشي ولد أصيلة؟ أنا ولد القصر الكبير، جيت واحد المدة 35 عام دابا في مدينة الأصيلة، الحمد لله تكونت بالوليدات هنا، الحمد لله اللهم لك الحمد، عندي الوليدات هنا كيقراو الحمد لله، ومشيت لهذ العربة السياحية اللهم لك الحمد، القضية مزيان الحمد لله. نكملوا الهضرة في الكوتشي، يلا سير مول الكوتشي. تفضل. مرحبا، تفضل سيدي. بسم الله. من تبداو هذه الجوله دابا؟ نشوف كنبداوها، عندنا الباركي هنا الاول في باب الميناء، وعندنا الباركي الثاني في اوتيل الخيمه. اوتيل الخيمه. دابا ان شاء الله كيجيو عندنا الزبناء، كنديروا لهم دوره من هنا، كنشدوها كنوريو لهم الصورات ديال مدينه اصيله. هذا البرج هذا اللي كنبداو به، كنوليو نوريو لهم الباب ديال المدينه، باب القديمه، باب القصبه. دابا فين تمشيو دابا من غير الباب هادي؟ ملي كنمشيو باب القصبة عاوتاني كنمشيو هنايا، كنطلعوا على باب الحمر. حنا دابا طالعين باب الحمر، غنشدو الساحة ديال باب الحمر، الشارع ديال الحسن الثاني. هذا شارع الحسن الثاني. شارع الحسن الثاني حنا طالعين فيه دابا ان شاء الله في مرحبا. هذا هو شارع الحسن الثاني. هاد بلا تناسب، هاد الباب تيتسمى؟ هذا باب الحمر، باب المدينة القديمة. سميتو؟ هذا الشارع ديال الدخلات العريش في مدينة أصيلة. هذه الدخلات العريش في مدينة أصيلة، عندنا شارع واحد في مدينة أصيلة كيجي إلى الخرجة ديال طنجة، حتى الأوتيل الخيمة، حتى القنطرة ديال واد الحلو. دابا اليوم الحمد لله ولا عندنا الشارع كيمشي على أربعة، من الدخلة العريش إلى الدخلة ديال طنجة في مدينة أصيلة، هذا بفضل الله تعالى وبركة، الله يخلي لنا الشريف سي محمد بن عيسى. كان عندنا شارع واحد، دابا اليوم الشارع عندنا ولا مضوبل على أربعة، هذا من فضل الله تعالى وبركة. هذا الشارع الجديد كيدخل من هنا، من الخرجة دي من الدخلة ديال العريش، كيخرج إلى طنجة، إلى الخرجة ديال طنجة، إلى القنطرة. حنا حدا المحطة الطرقية اللي داروا دابا جديدة، مازال هي عاد تخدم دابا في المحطة. مدينة أصيلة ما كانتش عندها المحطة، كان الكار كيجي كيوقف على الشارع. دابا اليوم الحمد لله عندنا المحطة في مدينة أصيلة، دابا المحطة حتى كتشاهد معنا المحطة الحمد لله أحسن محطة. هذيك ديال السلطان، التراث ديالنا ديال مدينة أصيلة، هذه هي التراث الملكية عندنا في مدينة أصيلة، مصحفظا عليها السيد الرئيس مجلس البلدي سي محمد بن عيسى. شحال عندها من عام؟ تقريبا عندها واحد من 60 عام هكاك، و 60 وزيادة تقريبا. أنا ملي خلقت جبرت المسائل هك